معشر السادة الوزراء الكرام المحترمين، سيدتان الوزيرتان المحترمتان، كما جرت بذلك عادتنا أول ما نبدأ به لقاءاتنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، سائلين ربنا الخير كله لأمتنا ولبلدنا، ولماذا لا نعمم الدعاء ونسأله للبشرية جمعاء الخير، إن ربنا على كل شيء قدير. وردت علي اليوم رسالة أو البارحة من السي بن زكور رئيس مؤسسة الوسيط، و يعني في هذه الرسالة يعني شد انتباهه، أشار إلى أنه شد انتباهه طلب صدر مني المؤسسة الإدارية والقطاعات مختلف القطاعات بتلزيم بتنفيذ الأحكام التي تصدر في حقها من قبل المحاكم لما تكون قد انتهت واستوفت الأجل النهائية ديالها إلى آخره. طبعا أشاد بهذا يعني التأكيد، وطالبني بأن أذكركم ومن خلالكم بقى أعضاء الحكومة الذين تغيبوا كل واحد لسبب لأنهم في مهام أخرى، طالبني بأن يعني أؤكد عليكم في القيام بهذا كما لا يخفى، يعني بطبيعة الحال في حدود إمكانيات الدولة والتي من المفروض أن تكون يعني مليئة الذمة كما يقول القانونيون. يعني المطلوب أن لا يقع أي تماطل من قبل الإدارة في تنفيذ هذه الأحكام، لأن هذا يعني بغض النظر عن كونه حق وعن كونه يعطي الحقوق لأصحابها وعن كونه يعني الحق لا يحتاج إلى دفاع، هذا حق، ما دام حق فهو حق، لكن بالإضافة إلى هذا أعتقد أن مصداقية الدولة مهم جدا بالنسبة إليها، أن يشعر المواطن أنها لا تتصرف تصرف المتقاضي الذي يدافع عن نفسه بأي شيء. الدولة لا تتلاعب، الدولة تأخذ بقوة القانون ويجب أن تعطي بقوة القانون. ولهذا فإنني أدعوكم وأدعو إلى أن يعمم هذا الطلب على باقي الإخوة والأخوات الذين تغيبوا عنا لكل واحد بسبب كما قلت، إلى الجدية في هذا الأمر، وإن اقتضى الأمر شيء من التدريج حتى لا نخل ببعض الصناديق التي يكون من الضروري أن تؤدي الحقوق لأصحابها، لكن المهم عندنا هو لا يبقى هنالك تماطل بالنسبة للدولة. هذه واحد الحاجة أنا شخصيا أنظر إليها بشكل كبير جدا، لأنها في الحقيقة يعني إنسان خدينا له الأرض باش ندوزوا الطريق، إنسان خدينا له الأرض باش نعملوا السد، إنسان حكمت علينا المحاكم لأن لسبب ما لأنه وقع، لا خصنا نعطيه الحق ديالو ويكون مطمئن ويعرف راسه مع دولة تتحترم الدولة ديالو، تتحترم نفسها وتتحترم القرارات ديالها، وأول ما تحترم قضاءها وتحترم الأحكام الصادرة عنها. ونفتتح اجتماعنا لهذا اليوم